أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة والسعادة، أيها السيدات والسادة، بداية يطيب لي أن أعرض عن بالغ السرور بلقائي بهذه الكوكبة من الأساتذة المفكرين والمثقفين والإعلاميين في هذا الحفل الكريم الذي يشكل فرصة مواتية للحديث عن أحد الشؤون الثقافية الهامة في عصرنا الراهن، ألا وهي المخطوطات. تعتبر المخطوطات جزءاً من التراث الثقافي للمجتمعات الإنسانية. إنها تشكل وثائقاً ترسم السجل الثقافي والتاريخي والأدبي والديني والقومي للشعوب. وهذا السجل المتبقي من القرون الخوالي يحتضن النفائس المخطوطة والأفكار المدونة التي تحتاج إلى التعرف عليها وحفظها وصيانتها. لذلك يكتسب الحفاظ على المخطوطات أهمية قصوى على ضوء التراث العلمي الوفير الذي خطه العلماء المسلمون استناداً إلى تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إثراءً لحضارتنا الإسلامية العريقة. وفي يومنا هذا على أمتنا الإسلامية أن تعود إلى هويتها الدينية الأصيلة وتنفض غبار النسيان والإهمال عن كنوزهم المحطوطة، وتستعيد ذاكرتها التي يهاول الإرهاب طمسها وتحريفها. إن المكتبات العربية والإسلامية تختزن كنزاً عظيماً من المحطوطات النفيسة التي لا يمكن أن يبدل بعضها بثمن. وعلى سبيل المثال تمتلك الإيران 300,000 مخطوطة مصنفة في مختلف مكتباتها، ويربو عدد المخطوطات المنتشرة في المدن والأرياف على المليون مخطوطة. كما أن تونس تعتبر مركزاً من مراكز الثقافة والحضارة الإسلامية بما تحتويه من كنوز خطية هامة يلحظها الباحث في أرجاء هذه البلاد الجميلة الخضراء. أما مكتبة المرحوم الشيخ محمد صالح النيفر رحمه الله، وهو من الشخصيات البارزة في تاريخ تونس المعاصر، فإنها مفعمة بهذه الكنوز التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز. أيها الحضور الكريم، في سياق تطوير التعاون الثقافي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التونسية والجامعة الدولية بتونس بالذات، وبغية الحفاظ على هذه الكنوز العريقة وكنموذج لاهتمامنا بهذا الموضوع، تكفلت المكتبة الوطنية الإيرانية بترميم مخطوطتين تونسيتين نفيستين. الأولى مخطوطة للمصحف الشريف تعود للقرن 13 الهجري، والثانية مخطوطة لأحد مجلدات صحيح البخاري. ولا يخفى عليكم أن ترميم المخطوطات عملية فنية دقيقة ومعقدة تتطلب الكثير من العناء والصبر، فضلا عن تكلفتها المادية الباهظة. وهذا ما حدث في ترميم المخطوطتين المذكورتين، فبالنظر إلى نفاستهما استغرقت عملية الترميم عشرات الساعات من الوقت، تولاها وأشرف عليها نخبة من كبار المتخصصين الإيرانيين، وتطلبت جهوداً دؤوباً ومضنياً، وتكللت عملية الترميم بالنجاح، وظهرت المخطوطتان بعدها في حلة خشيبة تسر الناظرين حين يزال الستار عنهما في هذا الحفل الكريم. ونظرا للمكانة العلمية المرموقة التي يتبوأها المرحوم الشيخ محمد صالح النيفر رحمه الله،
وضرورة تعريف جيل الشباب بمؤلفاته والحفاظ عليها، فقد تم انتداب الدكتورة عاطفة زندي المتخصصة في اللغة العربية وآدابها والباحثة في مركز الموسوعة الإسلامية الكبرى بطهران إلى تونس، حيث مكثت فيها مدة تناهز عاما تقريبا. أنجزت خلالها إنجازين: الأول كتاب يضم فهرسا للنسخ الخطية للمكتبة الشيخ محمد صالح النيفر رحمه الله، ويشمل مواصفات المخطوطات من عنوان الموضوع وتاريخ التأليف إلى آخر. والكتاب الثاني هو استكمال قائمة مؤلفات الشيخ من مقالات ودراسات ومحاضرات ووثائق معتمدة ومفيدة لتأهيل جيل الشباب. كما بررت الدكتور زندي بتنظيم المكتبة في جامعة الدولية بتونس التي تضم جميع مؤلفات الشيخ ومخطوطاته العلمية، فبصفتي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية أرى لزاما على أن أشكر الدكتور زندي جزيل الشكر على كل هذه الخدمات الثقافية الجليلة. وفي الختام أود أن أنوه بالعبء الكبير الملقى على عاتق كريمة المرحوم النيفر الأستاذة الدكتورة هالة النيفر الغنية عن التعريف في تقديم تراث والدها الثقافي ونشره في أقاصي الشرق والغرب، ولا يصابرني أدنى شك في جدارتها وحصافتها للقيام بهذه المهمة بكل تفان وإتقان. وعلى ضوء العلاقات الطيبة بين بلدينا، فإننا نتطلع إلى المزيد من التعاون في المستقبل بين إيران وتونس في شتى المجالات، على الأخص في المجالات الثقافية والحضارية. شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.